عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل. اليوم حاضرين في مارينا المونستير، حابين نعملوا جولة زادة نحكيو مع أصحاب المحلات لهنا التجارية، كما اللي يبيعوا في الصناعات التقليدية تحف تذكارية يعملوا زادة الحرقوس. حابين نسألوهم شنية انتظاراتكم من موسم السياحي سنة 2017. عسلامة. أهلا مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجات تنجم تحكيهم على مارينا قبل؟ والله إيجا نقول لك، إذا كان أنا عندي برسك 30 عام لهنا في المارينا. المارينا كان باش ترجع قبل، أنا أقول لك صعيب ياسر باش ترجع كيما قبل، كيما نقولوا مثلا 88 89 في البريود هذيك، أعز بريود خذاتها المارينا في البريود هذيك. أنا تو عندي خداش ما خدمتش توريست، أمس أو لامس مصلي عني بي، جاوني فرنسيس جاوني ألمان، معناها قاعدة تقدم تونس لاباس بقدرة ربي لاباس. أنا حسب ما قاعدة نراها بقدرة ربي لاباس، وباش ترجع المارينا كيما قبل وخير من قبل بقدرة ربي إن شاء الله باش ترجع. مخ التونسي يلزمو ديما يخدم القدام، يلزمو يتفائل الخير، يلزمو يقدم ويلزمو يخدم، زاد التونسي يلزمو يخدم. واش نقول لك آخر، وإن شاء الله ربي معانا، وكاو إن شاء الله ربي معانا، إن شاء الله ما فماش معناها الإرهاب هذا، إن شاء الله معناها يتنحى كومبليتمون. هو الإرهاب ماهوش كان في تونس، موجود في العالم الكل، تو الناس الكل بدات تعرف الشيء هذا، ونسمع له خير. باش نقول لك اخر، والمارينا ما تموتش، راهي المارينا ما مركب سياحي، معناها معروف تو عالميا برسك، معناها انت حتى كي تغزر للديار ولا تقول الديار كل مباعه، حوانت مصلي على النبي تخدم، ريستورانات مصلي على النبي قاعده توسع وتكبر وتخدم، كل شيء باهي. حنا تو كان تعمل طله لهنا، عندنا حتى المراكب السياحيه معناها عباد قاعده تجي معناها فرحانين بها ويعرفوها، معناها المارينا نظيفه، وعندنا بي دي جي مصلي على النبي معناها جديد وصغير في العمر ولاهي وبنظافه ولاهي بكل شيء. شنو نحكيو لكم السياح على يعني السياحه في تونس، شنو هي الظروف نتاعهم، كيفاش انتم عندكم علاقه مباشره مع السياح؟ والله فرحاني، والله أنا حتى توكي جيبني وكما ونخدم لهم حرقوس وكل شيء، ونقول لهم معناها شنو انطباعاتكم وش تحسوا في رواحكم معناها في تونس، مرتاحين أكثر من التونسي صدقني. عنا توريس التو قاعدين جايين فرحانين، وباش نقول لك خير من قبل مش خير من قبل، أما مطمئنين، فهم الاطمئنان موجود. علاش؟ خاطر قلت لك بصفة عامة السايح ما عاد السايح يعرف اللي هو في بلاده فما الارهاب، مش اللي خايف باش يجي لتونس خايف من الارهاب، معناها توا الفكره موجوده عالميا، هذه يلزمها تتمحي، يلزمها تتنحى كومبليتمون، فكره الارهاب يلزمها تتنحى كومبليتمون. بالنسبه للسياح اللي قاعده جينا توا الحقيقه فرحانين، يلقاو في استقبال باهي، توا تحكي مثلا في النزل فرحانين، ورجعت كالعاده ما يعملوا لهم دي زومبيونس، يعني كل زمان معناها فرحانين، معناها ما فماش ما تو حتى تراهم متعدين معناها ويحوسوا حتى في العشيه ومؤخر في الليل. عندنا توريست رجع التوريست معناها رجع السائح يحوس في الليل مطمئن، والحقيقه زاد عندنا حكم واقف والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله تقعد لنا كيما هكا واحنا داخلين معناها على موسم سياحي، ان شاء الله يزيدونا من الامن باش لا يقدر ما تصير لناش كوارث اخرى، وبلادنا ان شاء الله ديما تقعد باهي، ان شاء الله ديما تونسي فرحان، وان شاء الله الاجنبي زاد كيف يجي لتونس يعطي ريكلام باهي ويروح فرحان.